يمكن البرنامج الوحيد اللي احنا قلنا احنا نجيب نجوم صف اول ونجوم ايضا هم يكونون عندهم جماليه ايضا من خلال ادائهم ومجالاتهم، وايضا اللي هو يجيب مواهب انه هي تكون هي كبيره في بلدنا لكن ما مسلط ايضا عليها الضوء من خلال الاعلام. عفوا الاعلام. اليوم ويانا ايضا شخص موهوب جدا، خريج فنون جميله، القسم التشكيلي وايضا حتى الرسم. رسوماتها كانت انه هي جميله جدا، حين ما احنا اليوم راح تشوفوها تشوفون بها مدى وافاق ايضا هي تكون كبيره، توصف ملامح الاب العراقي، الهموم العراقيه، الحروب اللي ايضا كانت موجوده عندنا في العراق، اضافه الى احنا اناس احنا عندنا امل مهما وجعنا ومهما ايضا هي صارت بينا من احداث ونكبات هي على مدار 15 سنه. ويانا ايضا احد اسميه فارس من خلال ايضا مجاله اللي هو مصطفى كريم، ويانا من استوديو بغداد. يسعد مساك وحياك الله. مساك الله بالخير. ايهاب اشكرك على هذه المقدمه. مساء الخير عليكم وعلى ست شيماء وعلى جميع المشاهدين. يعني نورتنا وزارتنا البركه. ومبارك ايضا لنجاحك، ومبارك ايضا لرسوماتك الجميله اللي ايضا هي صارت تصدر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وايضا مسلط ايضا عليها الضوء بنفس الوقت. اشكرك. طبعا هو نجاح، يعتبر هذا النجاح يعني افتخر بي طبعا باعتباري فنان تشكيلي عراقي. الاعمال اللي اقدمها هي اوصل بها رساله للعالم بانه العراق بفنانين وبجمال وبطبيعه وباشياء جميله. فالنجاح اعتبراني نجاح لكل العراق ان شاء الله. نعم اكيد. خلينا نجي نحكي عن المعارض. لابد انه انت شاركت بمعارض سواء بالقطر او خارج القطر، خلينا نحكي عن مشاركاتك اللي شاركت فيها. بداية مشاركات كانت من خلال الدراسة في معهد فنون جميلة. من دخلت معهد فنون جميلة كانت كل سنة تكون معارض مشتركة من الطلاب، فكانت بداياتي يعني من خلال المعهد ومن ثم في كلية فنون جميلة. بعدين قدرت أشارك في معارض يعني خارج الكلية، مثلا معرض جائزة عشدار للشباب مع مجموعة من الفنانين الشباب على مستوى العراق، ومن ثم مشاركات عديدة أيضا مثلا مع مجموعة من الأعمال اللي تكون خاصة بالطبيعة العراقية أو تكون في المواضيع البغدادية مع فنانين عراقيين كبار، يعني في جمعية فنان تشكيلي عراقيين أو في مناطق مختلفة من العراق. احنا راح نشوف ايضا رسومات يعني ايضا هي تكون لك بعد شويه، لكن قل لي صوفي من وين يجيك الالهام؟ الالهام هو يكون من الوجع الشارع اللي موجود، لان دائما الرسام انه هو عنده مخيله وايضا حتى من يتجول بسيارته او يتجول انه هو ماشي عينه تكون انه هي ترصد الاشياء، يا اما تكون انه هي تكون وجع، يا اما هي تكون فرح، يا اما اشياء انه هي تكون منكسره، وايضا يحاول الرسام التشكيلي او الفنان التشكيلي انه هو يصلح بها. الهامك من وين؟ بهذه المراحل اللي انا ذكرتها او الاستيحاء. كلامك صحيح، يعني الفنان من يتجول في مناطق بغداد او في اي مكان بالعراق او في العالم، يعني اي فنان اي منظر يشوفه او يشاهده او فد حاله انسانيه معينه او اي يعني فد لقطه فريمه معينه يشاهدها قبل راح يتخيلها عباره عن موضوع عمل فني او لوحه فنيه او بيها فد رساله ممكن يوجهها للعالم او يعني يوظفها من خلال عمل فني. صراحه يعني فن وانا كثير من الاعمال اللي شاهدتها يعني ثارت عندي يعني الرغبه في ان اقدمها من خلال العمل الفني للجمهور، وايضا اوجه بها رساله للعالم ايضا من خلال يعني المواضيع اللي تصير بالعراق، سواء كانت مواضيع انسانيه من المعاناه اللي عشناها واللي يعني الحمد لله وشكر لحاليا قدرنا نتجاوزها شويه، ومن خلال المواضيع الجماليه اللي اغلب العالم اللي ما يعرف ان العراق بهذا الكم الهائل من الجمال من الطبيعه من كل يعني التضاريس العراقية المختلفة سواء كانت في الشمال أو الوسط أو الجنوب. فإلهامي أكيد من هذه المواضيع يكون. من هذه المواضيع. إحنا شفنا أنت بلوحاتك جامع الرسم الواقعي والخيالي والطبيعة وأيضا رسم الأحصنة اللي هو يعتبر من أصعب الأشياء رسم الخيل. فأكيد فنان وتعرف بهاي المواضيع إنه رسم الخيل كل الفنانين يحكون عن صعوبته. طبعا معلومه جدا صحيحه واهنيك عليها يعني باعتبارك عندك المام بهذا الموضوع. صحيح، هو رسم الخيل من اصعب يعني اصعب حيوان هو ممكن يرسم هو رسم الخيل. نعم. انا هذا الحيوان يعني من طفولتي ارسم، يعني عندي عشق له مو طبيعي، يعني بداياتي كانت كلها عباره عن رسم خيول. مختلف الحركات، مختلف الجوانب، كانت سكيتشات عندي كثيره، كانت عندي صور كثيره احب ارسمها اقلدها. كنت اشاهد اعمال الفنانين مثل اعمال الفنان فاق حسن اللي هو مشهور برسم الخيول، ف
فجدا تأثرت بهذه يعني بهذا الحيوان بصراحة، وأحسه جدا قريب من عندي، وما يملك من جمالية يعني وأصالة اللي معروف عنها الأصالة العربية وخاصة الخيل العربي بالذات طبعا. نعم. فهذا يعني الحيوان جدا مواكبني يعني، ما كل فترة لازم أحب أقدم عمل هو يعني الخيل معين أرسمه وأقدمه للجمهور. أكيد. إحنا كونه أنا وياك يمكن كنا بالفنون الجميلة، وأنت هذا اللي ذكرتني أيضا بهذا، وهذا كانت أيضا صدفة حلوة إنه حضرتك إنه تكون معاي، لكن أنا قسم مسرح وأنت قسم تشكيلي. اللي أرد أقوله كون إنه أنا يعني هنقول صح. أبناء اليوم أكاديمية الفنون الجميلة وأيضا معهد الفنون الجميلة، دائما إنه أعمالنا إنه هي تكون بس إنه هي تكون دراسية وفعلية في سبيل إنه إحنا نأخذ الدرجات اللي هي تكون عالية ونحصل على وثيقة التخرج. اليوم الفنان التشكيلي، وإذا كان هو يكون فنان مسرحي، أولاد الفنون الجميلة إذا أكاديمية وإذا معهد، شنو مستقبلهم؟ هل مدعومين من خلال النقابة؟ هل أيضاً عندهم حماية؟ هل عندهم امتيازات؟ هل عندهم سفرات بعثات؟ هل أيضاً يمثلون البلد؟ ولا لا أنه خلاص أتخرج من المعهد أو أتخرج من الأكاديمية وشهادتي أيضاً هي تعلق بالبيت ويظل أيضاً على عاتقي اللي هو الشخصي انه اجتهادي، يعني اليوم انه انت تشوفني انا تخرجت مسرح صرت مقدم برامج، حضرتك تخرجت من الفنون الجميله وصرت انت اليوم عندك جاليري بسيط وايضا تحاول تسوق معلوماتك، لكن المستقبل وين؟ ومن المسؤول؟ بصراحه هذا الموضوع دائما يعني موضوع دائما يعني اتناقش فيه خاصه مع والدي بالبيت، باعتبار اني دخلت معهد الفنون الجميله وكليه الفنون الجميله وتخرجت. نعم. اشتغلت بجانب ما له اي علاقه بالفن، يعني بعيد عن الفن تماما. يعني لا الكلية فادتني من خلال الدراسة يعني كشهادة ممكن أتوظف من خلالها ولا المعهد. والدي يريد يخلي مثلا إخواني يدخلون معهد أو كلية فنون جميلة، أنا كنت أرفض يعني بصراحة، دائما يعني أتناقش أقول له إذا يدخل معهد أو كلية راح يتخرج وركن على صفحة. حتى الشهادة مالته كثير من الوزارات إذا كان أكو تعيين مثلا يقول لك شهادة الفنون الجميلة يعني غير بس هنا اقاطعك ايضا بخير، بس اقاطعك بخير لحظه، اذا شيء ما ايضا شاطرني، وحتى ايضا نظرتهم نظره الوزارات ونظره السياسيين ونظره ايضا الناس المختصين، احنا اللي كوننا فنانين وايضا اعلاميين انه هو يقول لك انه هذا اخر اختصاص اهتم به، علما هو المفروض الاول. صحيح بالضبط. فاليوم انه اذا اخوي الصغير يريد يصير واذا ايضا ابني يريد يصير اقول له دير بالك تدخل معهد فنون جميله او ايضا الاعلام. صحيح صحيح. أنا واحدة من الناس أختي تريد فنون جميلة، أنا ما قابلة. ماكو فد جهة تهتم. يعني الفن هو يدخل بجميع مفاصيل الحياة. يعني كل جانب في الحياة هو عبارة عن فن. بالضبط. والفنان هو يعني يوظف هذه الأشياء ويقيمها ويعني يقومها للعالم. ده نشوف إهمال للفنان بشكل يعني بشكل جدا كبير. يعني حتى إذا كان مدرس تربية فنية نشوف درس التربية الفنية درس ثانوي جدا، يعني حتى ما يعطوا ذاك الاهتمام أو ذيك الأولوية يعني من خلال التوفير مثل المواد أو توفير لقاعة الرسم أو توفير الاستوديو. ده نشوف يعني حتى في مثلا عند أصدقاء تخرجوا مثلا أحد اشتغلوا يعني جوانب مثلا العسكرية أو جوانب ما لها علاقة بالفن لا من قريب ولا من بعيد، يعني فهو درس وتعب واجتهد. يعني أنا 5 سنوات معهد فنون جميلة و4 سنوات كلية فنون جميلة، 9 سنوات أدرس فن وبعدين أتعين مكان ما له أي علاقة بالفن، فهذا ظلم يعني. صحيح ظلم، وإنه الفن هو الفن والفنانين هم واجهة البلد أنا أعتبرهم، وهم اللي ينقلون الرسالة وهم السفراء بالضبط واللي يبينون مدى رقي هذا الشعب ومدى رقي هذا البلد. خلينا احنا من جانب الدعم الوزارات والحكومة خلينا نجي على جانب دعم الأصدقاء والأهل، لانه انا اعتبرهم حق انهم خير داعمين، هم اللي يوصلون للطريق الصحيح، هم يوصلون للنقطه اللي احنا ريتها بغض النظر عن باقي الجهات اللي ما تدعم، لكن خلينا نحكي لابد انه اهلك واصدقائك فخورين بك اليوم كفنان. اكيد الحمد لله والشكر، يعني انا اهلي واصدقائي واقاربي دائما يفتخرون ويعني يقدموني للعالم ويفتخرون يا ابو مصطفى مثلا اقاربي او صديقي او اي شيء، هذا الشيء افتخر به وافرح جدا يعني من السمعه. اكيد هي بدات من العائله هي اللي قومتني واللي شجعتني على ان ادخل معهد فنون جميله وكليه فنون جميله، ومن ثم دعم الاصدقاء والاهل يعني جدا مهم. يعني انا اي عمل اقدمه يعني اشوف الاصدقاء اخذ رايهم بالاول، يعني اذا كانوا من ضمن يعني دور الاختصاص او غير من دور الاختصاص احب اعرف الاراء يعني من عندهم، يعني صاحب الاختصاص او صديقي اللي هو بعيد عن اختصاص الفن لكن ايضا الى وجهه نظر مختلفه اعتبرها من وجهه نظر الجمهور العام. اكيد يعني اشوف وجهه نظر المختص ووجهه النظر العامي، فهذه تفيدني يعني بالاعمال حتى اكون اوصل لاقرب نقطه معينه بها للجمهور يعني اكثر. اوكي اكيد طبعا. ف
فصوفي أنا شفتك أيضا أثاري يعني حلو اليوم الواحد أيضا يخلي شعور الحالة، شفتك من خلال فيديوهات أنت بالمسبح تحاول أيضا تستفز الناس أيضا من المطعم ويا أصدقائك الجانب الكوميدي، وأيضا حتى من خلال نسبة الفيوز اللي يتابعوك على الانستغرام لا بأس أيضا بيها، يعني هذا الشيء فطري ولا ما يعني لو أنت تحاول تلفت اليوم انتباه الناس أيضا إلى فنك إلى أدواتك الثانية وإلى عفويتك بنفس الوقت؟ لا بصراحة ماكو شيء مقصود، يعني أنا كل اللي أتصرف فيه يعني هو عن طبيعتي، يعني هذه طبيعتي أقدمها للعالم. إذا عكس ما فنانين دائما يكون يعني مغامض يعني للعالم، فأحب يعني تكون الناس تعرفني على وضعي، يعني إذا كان في الناحية الفنية أو الناحية الحياتية اللي دا أعيشها، أو مثلا مع الأصدقاء أو مع أي مكان أروح له أحب الناس تشاركني بهذا الشيء. والقفشات اللي اسويها هي عفويه، يعني ما تكون قاصتها حتى اثير الجمهور او شيء معين، يعني حتى الناس تحب هذه الطبيعه اللي اقدمها. اكيد طبعا والحمد لله والشكر، يعني الحمد لله. اكيد مصطفى احنا اليوم من خلال يعني شاشه دجله احنا نعتبر انه دجله هي بيت الكل، واحد يريد دعم يلتجئ له، واحنا نقول بيباننا مفتوحه لكم لكل الفنانين، لا حد يقول انه ما عندنا دعم، بالعكس احنا خايف داعمين لكم، ونتمنى انه توصلون باعلى المراتب لان انتم تنقلون هاي الواجهه الجميله عن البلد، وانتم رقي هذا البلد، فبالتالي لازم انت تكون فخور بنفسك وايضا فخور بدراستك وفخور بشهادتك، لانه اكو كثير من الناس هسه من معهد فنون الجميله اللي يتابعونا، نوجه لهم تحيه وحتى لا يندمون على الدراسه درسوها، للاسف انتم دارسين احسن شيء. احنا لو ما الفن احنا ما كنا يعني عايشين، انه الفن هو غذاء الروح. فانا اتمنى انه انت تكون فخور بنفسك وفخور بشهادتك ايضا، بس هو العتب مو عليك، العتب على الجهات اللي ما جاي يعني تعتمد هاي الشهاده واللي تدعمها، وايضا انه ما مخلي لها قيمه مثل ما يقول. اكيد اكيد اشكرك شيماء على هذه الكلمات، اكيد انا فخور بنفسي وهذا الشيء اعتبره يعني هدف ورساله لازم اوصلها مهما كانت الظروف ومهما كانت المعاناه. انا هدفي منذ الطفوله هو ان اكون فنان أكيد. فنان عراقي يحمل هويه عراقيه، يقدم للعالم، يقدم اعمال فنيه للعالم. ما راح اتخلى عن هذا الهدف، يعني مهما كانت الظروف، يعني مهما انا يعني عشت ظروف جدا صعبه خلال حتى خلال فتره الدراسه اللي كانت طائفيه وكانت تعرفون الوضع الامني اللي كنا نعيش به، رغم هذا قلت اني ما انقطع مهما كان، استمر بهذه المسيره وان شاء الله اقدر اوصل الله يوفقك. ابعد الاهداف. الله يوفقك، زارتنا البركه. شنو أشكرك اليوم اللي اشكرك يوفق الجميع. الحجيه مسويه غدا، شنو غداكم؟ سمك؟ والله ما اعرف. سمك دولمه برياني. تريقت وطلعت، تريقت متاخر فما اعرف الغداء. نوجه لهم تحيه ايضا من خلال الشاشه الوالد والوالده، والله يطول بعمرهم. مصطفى كريم فنان التشكيلي نورتني صديقي العزيز، ونلتقي ايضا قريبا في العاصمه بغداد. شكرا جزيلا، شكرا ولك تحيه ايضا من الجاليري.